بسم الله الرحمن الرحيم، معكم أستاذة زهراء خباز. فيديو سريع أبين فيه عفوا فيديو سريع أبين فيه كيف استخدمت تشات جي بي تي لاستخراج نص ملف بي دي اف من الطلب. كانت هذه البداية، بعثت له ملف البي دي اف وطلبت منه أن يستخرج نص من ملف البي دي اف، وانتهينا عند أخذ الكود الخاص ب هنا، ليس هذا، هنا إلى هنا. كانت هذه المحادثة الخاصة باستخراج نص من ملف بي دي اف. فبعد هذه المحادثة وصلت إلى مرحلة هنا الكود، انتقلت إلى الكود. بداية رفعت له الملف. كيف أرفع الملف؟ من هنا، هذا الرابط هنا أو هذا الرمز، هذه الأيقونة عند النقر عليها يعطيني عدة خيارات، هل الملف موجود في درايف أو سأقوم بتحميله من كمبيوتر. أنا قمت بتحميل الكمبيوتر وهذا هو الملف. فأعطاني لمحة عن الملف. هنا أخبرته أنه أريد ملف TXT لكل النص الموجود في ملف PDF، فقام باستخراج الملف وأعطاني، عفوا، استخراج النص وأعطاني هذا الرابط على أساس أن أقوم بتحميل ملف النص من هذا الرابط. ولو نقرت هنا يظهر لي الكود الذي استخدمه في استخراج النص. فالرابط هنا لم يكن مفعل، لم أستطع النقر عليه. فقلت له كيف أستخدم الرابط؟ كان الجواب أني أضغط على الرابط، وإذا لم يبدأ التنزيل تلقائيا ف سيتم فتح نافذة جديدة وسيبدأ التنزيل تلقائيا. إذا لم يبدأ التنزيل قد تحتاج إلى اختيار موقع لحفظ ملف على جهازك. ولكن المشكلة أن هذا الرابط كما قلت غير مفعل، فأخبرته الرابط غير فعال، فأعاد توليد الرابط. لكن عند النقر عليه، لاحظوا ماذا يحدث، العملية لا تتم. لماذا العملية لا تتم؟ اكتشفت أن الكود الذي استخدمه تشات جي بي تي لاستخراج النص هو يستخدم مكتبة قديمة قد تم التعديل عليها. فعندما أخذت هذا النص أو هذا الكود البرمجي وذهبت إلى موقع ريبليت، صراحة أنصح أي أحد يريد تجربة كود وهو لا يريد تنصيب بمكتبات وأمور على حاسبه، يريد فقط أن يجرب، فيستخدم منصة ريبليت. هنا في سوريا للأسف تحتاج إلى تشغيل في بي إن. أنا قد أنشأت حساب على ريبليت. من هنا هذا الداشبورد أو لوحة المعلومات، عندما تنشئ حساب تظهر لك. فضغطت على كرييت ريبليت واخترت، طبعا أنا سأقوم باستخدام بايثون، وسميت الملف. بعد أن سميت الملف هو يعطيني بهذا الشكل، يكون لدي ملف ويقوم بإنشائه main dot by، وأيضا هذه الخيارات هنا ويعطيني فارغ. طبعا أنا ماذا قمت؟ نسخت الكود الذي أعطاني بايثون، عفوا، شات جي بي تي ولصقته هنا. الجميل هنا في ريبليت أنه عندما أقوم بتشغيل الكود كان يعطيني تفصيل صريح، يعني واضح ما الخطأ. أنا قمت بالتعديل على أساس الخطأ الذي أعطاني إياه. بداية كان عندي خطأ صراحة فظيع، وهو أني نسخت الكود وقمت بعمل ران فلم يعطيني أي استجابة، لأني لم أقوم باستيراد المكتبة المستخدمة. عندي هنا في الكود import by pdf2، فكيف أستورد المكتبة؟ من هنا من الشيل، أضغط على الشيل وأضع الكود الخاص باستيراد المكتبة، وهكذا تكون المكتبة صارت عندك يتم استخدامها في ملف البايثون. بعد أن ثبت المكتبة شغلت ران، فأعطاني خطأ واضح أنه عندي هنا في هذا اللاين 10 السطر العاشر بي دي اف فايل ريدر، كانت بهذا الشكل بي دي اف فايل ريدر. فهو قال لي أن البي دي اف فايل ريدر في مكتبة البي باي بي دي اف 2 قد تم الاستغناء عنها، فيجب أن نستخدم بدلا من بي دي اف فايل ريدر بي دي اف ريدر هذه. فاستبدلتها،
ثم أعدت التشغيل. بعد أن أعدت التشغيل أعطاني مرة أخرى خطأ، إن هنا كان مكتوب بهذا الشكل نوم بيجز، فهذه أيضا تم تعديلها وقال لي أن أستبدلها ببيجز وبهذا الشكل. يعني هو أعطاني صيغة لين بي دي اف ريدر بيجز. لماذا بهذا الشكل؟ لأنه إذا لم تضيف اللين وعندك متغير أنت انت، فسيظهر عندك ايرور. فباعتبار أنك تتعامل مع انت، تضع هذه اللين، لا تنساها. أعدت التشغيل، ظهر لي أيضا خطأ، وهو هنا حسب ما تذكر في هذا السطر الثامن، لا ليس الثامن عشر، هنا في هذا السطر أتذكر يجب كنت أن أستبدل هنا هذه العبارة، وأيضا أن أضع هنا بين أقواس مصفوفة هذه العبارة. فكان يعني العمل صراحة على ريبليت رائع، يعني صيغة الخطأ كانت واضحة. وأخيرا عندما عملت أو قمت بالضغط على زر ران، تم استخراج ملف النص. صحيح أنه باعتبار النص الذي استخرجه هو باللغة العربية، فبالتالي للأسف ظهر مشوها بسبب نوع الخط المستخدم في الملف الأصلي. يوجد من ملفات البي دي اف التي تستخدم خطوط عند تحويلها إلى ملف تي اكس تي، تجد أن الخط تشوه أو الكتابة تشوهت. فبذلك عندما يحدث معك هذا، أنت تحتاج، الأفضل هو غالبا يحدث في ملفات اللغة العربية، الأفضل أن تقوم باستخراج النص ليس من ملف البي دي اف، أن تقوم بتحويل البي دي اف إلى صورة وتستخرج النص من الصورة، فتكون النتيجة أفضل. هنا أنا كما تلاحظون في تشات جي بي تي بدأت أسأله كيف استخرج، هنا لاحظوا برنامج استخراج النص من صورة بلغة بايثون. إن شاء الله إذا صار لي نقوم بتسجيل فيديو لاحق ونستخرج، نجرب معا كود استخراج النص من صورة بلغة بايثون هنا على منصة ريبليت. من يريد الكود، أنا باعتبار استخدم النسخة المجانية، اسمي هنا لم أقم بإضافة معلومات كثيرة على هذا الحساب، تجدون الملف. أنا باعتبار استخدم النسخة المجانية، فإجباري كل ما أقوم بكتابته هي أمور على الملأ، ليست لاحظوا بابليك. إذا أردت أن أجعل ما أقوم بتنفيذه ليس بابليك، أحتاج إلى الترقية. ملف النص صراحة طال أن الأمر ولم يفتح، فبإمكانك ببساطة أن تضغط على الثلاث نقاط وتضغط داونلود هكذا. اتصال الإنترنت فيه مشكلة، جيد. هنا ماذا صار؟ ريكونكتينج، كأني انقطع الاتصال بيني وبين منصة ريبليت. كونكتد. الآن لو ضغطت هنا txt file download، ليس مهما كما قلت، يعني هو النقطة أنه سيظهر مشوها، فالأحسن أن أستخدم استخراج نص من صورة. وهذا ما أردت أن أشاركه معكم سريعا في هذا الفيديو، ودمتم بخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.